السلام عليكم جميعا ومرحبا من جديد بالفارماسيوتيكال كيمستري بارت 2. الشابتر اللي راح نركز عليه كلش هواي اللي هو الكولينرجيك دراج، ان شاء الله راح نشرحه وما ادري قد يطول كم جزء، بس المهم احنا راح نشرحه سويه. بالنسبه للمصدر اللي راح نقرا عليه اللي هو الصن اللي تعتمد عليه اغلب جامعات العراق. مبدئيا مو كل شويه راح نرجع نعيد نفس الكلمات لان السائد راح يخلص، وانما راح نكتبها على شكل اختصارات، يعني هيجي هذا استاي كولين وهاي حبشكلات. راح ناخذ الكولينرجيك. اول سؤال راح يخطر ببالك، احنا ليش ما الاستيل كولين هو نفسه نصنعه على شكل امبولات، يعني شلون الادرينالين ونعطيه بالحالات الضروريه؟ مبدئيا لان هو بسرعه يتكسر، لان اكو استيل كولين استريز، هذا يكسر بسرعه خلال دقائق يكسر الاستيل كولين، وانت راح تصير لو تقول اوكي تمام لا خلينا نسوي على شكل راسا ندخله للسيركوليشن، راسا للبلود وللبلازما. راح اقول لك نفس الشيء، عندك بيوتيل كولين استريز راح يكسره يعني كلش سريع، فبالتالي ما راح تستفاد من الفارماكولوجيكال اكتيفيتي مالته، يعني تحطم قبل لا يروح للموقع اللي المفروض ينطبي يعني الشغل مالته. فهنا ايش قالوا العلماء؟ قالوا لعد احنا نجيب الاستيل هو الاستيل كولين نفسه ونظل نسوي أدوية تشبهها. زين سؤال، أنت من تريد تسوي دواء لازم تقريبا نظل 10 سنوات إلى 15 سنة يلا حتى يصير هذا الدواء ويعترف به وينشرونه باعتبار ويبيعونه، يعني هذا الشيء كلش يطول. فش قرروا جماعتنا؟ قالوا نجيب الاستيل كولين نفسه نحذف جروب ونضيف جروب ونخلي ونعدل ومدري شنو، يعني احنا ما راح نصنع دواء جديد وانما نعدل على اندوجينوس، اكو فتشي موجود بداخل جسم الانسان حنجيبه ندرسه كله زين ونبدا نعدل عليه ونسوي على شكل ادويه نستفاد من يمها. تمام، يعني احنا ليش ما نقدر نستعمل الاستيل كولين هو نفسه مثل ما نستعمل الادرينالين نفسه؟ لان يتحطم بسرعه. مبدئيا الريسبتورات اللي تستقبل الاستيل كولين هي اثنين، نيكوتينيك والمسكارينيك. ليش؟ لان جماعتنا ايش قالوا؟ لاحظوا انه اكو ادويه او اكو اندوجينوس اكو يعني دراجات شبيهه بها نيتروجين، فهي الكلويدات، فتحب ترتبط اكثر شيء بالنيكوتينيك. هي اوكي ترتبط بالمسكارينيك بس تميل للارتباط للنيكوتينيك، ولاحظوا اكو اشياء ثانيه اللي هي تحب ترتبط بالمسكارينيك، فهم قسموها على اساس الستراكشر مالتها الى نوعين، النيكوتينيك والمسكارينيك. اكو ادويه ترتبط هنا واكو ادويه ترتبط هنا. تمام، طن ادويه وطن تصنيفات وطن ستراكشرات، فلازم تقرا يوم بيوم. اول شيء راح ناخذه اللي هو جماعه الاغونست والانتاغونست. الاغونست يعني الاستيل كولين حيرتبط بالريسبتور وحينطيك افكت حسب المكان اللي هو بيه، راح ينطيك فارماكولوجيكال ريسبونس. الانتاغونست راح يجيبون شيء يسد الريسبتور بحيث خطا يجي الاستيل كولين يريد يرتبط ما راح يلقى مكان، فبالتالي ما راح يسوي الافكت مالته. تمام، فهو ايش كان يسوي؟ راح يشتغل باعتبار عكس، لان ما اجى الاستيل كولين اجى غير شيء ثاني اشتغل بداله فقلب الافكت مالته. كذلك للمسكارينيك هم راح ناخذ اغونست والانتاغونست. الكولينرجيك دراج كل احنا نعرف كل زين انه هو تابع للسنترال نيرف سيستم وبتها البارفرال نيرف سيستم، اذني جهازين او نظامين يشتغلان سويه بجسم الانسان، واحده تكمل الثانيه. اللي راح نركز عليه اللي هو البارفرال طبعا، لان ما علينا بالبراين سبينال كورد، هاي جماعه التشريح درسونه، اما احنا لا راح ناخذ البارفرال نيرف سيستم. مبدئيا راح يصنفونه على صنفين رئيسيين، على اساس من انك تاخذ سيلفي هاي الحركة كيفك، هاي الحركة إرادية أنت تسويها وأنت ما تسويها، هذا الشيء يسمونه السوماتيك موتور نيرف سيستم. زين، أما مثلا من كراشك فجأة يغير البروفايل مالته نبضاتك حتوصل يمكن 200، هاي الحركة لا إرادية اللي هو أوتيمونيك موتور نيرف سيستم. تمام، يعني حركاتنا بجسم الإنسان أكو أشياء إحنا نسويها وأكو أشياء أبد ما نسيطر عليها يعني من رب العالمين اللي هو اللي نسميه أوتوميونيك نيرف سيستم. هي كلمة أوت يعني خارج، فهو يقول لك خارج عن الإرادة، النبضات، القلب، حركات المعدة، البلود بريشر وهاي الكلاوات. زين، هذن الصنفين الرئيسيين اللي راح ندرسهم، بس أكثر شيء راح نركز عليه واللي هو أساساً إحنا راح ندرس بس هو هذا الأوتوميونيك نيرف سيستم. زين، الحركات اللا إرادية ليش؟ لأن النهاية مو إحنا نتحكم بيها، فلازم نعرف الميكانيزم مالتها بالضبط. هسه بالنسبة للشي يسمونه، هاي عبارة عن إشارات وعن نواقل عصبية جاية النقل بجسمنا. طبعًا إلى جانب عندهم أقل مصطلح اللي هو الملي سكند، يقول لك يعني تشتغل بجزء من الثانية. أما بالنسبة إن إحنا يعني كعرب نستعمل كلمة لحظة اللي هي كل 120 ثانية الله تساوي لك لحظة واحدة، لا كل 120 لحظة يلا تساوي لك ثانية واحدة، فدا تحسون إيش قد الأرقام يعني جدا رهيبة وجدا سريعة.
فأنا أقول لك بهاي اللحظات واللي هو جزء من هاي اللحظات راح تصير عملية النقل مال هاي الإشارات وهاي يعني الإعازات التصعد وتنزل بجسم الإنسان. زين من يصعدها ومن ينزلها راح أقول لك ذن الثنين الأفرنت الإفرنت والأفرنت باعوا. شايف من أنت غصباً ما عليك تستلم شيفة شقل له إي يعني إنه أوكي إي إي من بالمكالمة تقول إي فهو الإفرنت الإي إفرنت هذا يأخذ من السينترال نيرف سيستم ويوديه للبارفرال نيرف سيستم تمام بارفرال نيرف سيستم وهو المسكين الأفرنت لا بالعكس من كل الجسم من البارفرال نيرف سيستم يوديه للسينترال نيرف سيستم يشتغلان سوية وبالتناوب لا مو بالتناوب يعني يشتغلان سوية واحدة تكمل الثانية تمام إي افرنت هذا من الملك من البراين من القواعد الرئيسيه يدزل كل الجسم العكس من الافرنت لا ياخذه من الديان الاطراف ما ادري شنو ويرجع يصعدها لفوق. عندنا الحركات الاراديه اللي هي سوماتيك مثل حركه المسلز العضلات هاي العاديه ايضا تستعمل النيورو ترانسميتر اللي متعودين عليه اللي هو الاستيل كولين. يعني مو تقولون الاستيل كولين بس الحركات اللا اراديه لا هم يستعمل الحركات الاراديه اللي هو وين بالسكيلتون مصل بالعضلات الهيكليه بجسم الانسان تمام. فد شوي راح نعرف ان يسمونها انوان يعني نيكون المستقبلات مالتها يسمونها انوان. هسه قلت لكم انه احنا راح نركز بس على الخارج عن الاراده اللي هو الاوتومونيك الموتور. يقول لك موجود بالعضلات المساء اللي يقصد موجودة مثلا بالمعدة أو موجودة مثلا بالرحم أو الكارديو اللي هي نبضات القلب أو مثلا الأدرينالين الغدة الكظرية اللي يطلع لك الإبنفرين وأخو النور إبنفرين. راح يقسموا لك إياها على شكل ثلاث وطبعا بعد أكو هواي شغلات بس هم كاتبينها بذين الثلاثة. وهسه راح ياخذنا التقسيمات التابعة للأوتوميونيك مبدئيا هن ثلاثة الباراسمباتيك والسمباتيك وهذا الانترك. هذا الانترك ما علينا به لأن هو بس على الجاسترو انتستينال تراك بس للجهاز الهضمي ويعني ما علينا به لأن يعني ما أدري ليش ما علينا به بس إحنا ما راح ندرسه. والحلو به إنه هو لما يشتغل ياخذ كل النيورو ترانسميتر السيروتونين نورابينفرين استايكولين دوبامين كلهم. يعني هسه مثلا من انا راح اجي اسولف على الباراسمباتيك اقول يشتغل على نيورو ترانسميتر بس واحد اللي هو منه بس الاستايكولين فهمت شلون. اما هذا الانترك لا يعني يشتغل عليهم كلهم. اول واحد اللي هو الباراسمباتيك يقول لك مثلا النيورو ترانسميتر مالته هو الاستيلكولين زين. اما السمباتيك اللي احنا نسميه fight or flight هذا اللي يخليك عصبي وما ادري شنو هذا يستعمل اثنين نيورو ترانسميتر اللي هو استيلكولين والنور ادرينالين. انا بنفهم هذا الشيء كل زين. خل نروح لسايد 12 طبعا انا طفرت المراجعه كلها لان المحاضره الاولى انترودكشن حسيتها تافهه. المهم باعونا هنا ايش قلنا السوماتيك الحركات الاراديه شو اسم النيورو ترانسميتر مالتها قلنا استيلكولين نفسه تمام بس شو نسميه نيكوتينيك مسكارينيك 1 يعني اند 1 هذا مال منو هم يستعمل استيلكولين وهو سوماتيك. الثاني اللي راح نستعمله اللي هو الباراسمباتيك بعض الباراسمباتيك الجنجليونيك مالته والريسبتر قصدي والاي والريسبتر اثنيناتهم يشتغلن بس على الاستيلكولين تمام. يعني هي واضحة يعني انه هو راح بس الاستيلكولين يرتبط على يتحرك على طول الاشارات العصبيه مالته. اما بالنسبه للسمباتيك لا عنده اثنين هنا مثل ما تلاحظون انه اول الجنجليونيك مالته اللي هو قبل الريسبتر بالنص استعمل نيكوتينيك فالنيكوتينيك ما تستقبل بس الاستيلكولين تمام. وراها من انتقل من مشى تحول الى نور ادرينالين وارتبط بالادرينوسبتر. الفكره انه الباراسمباتيك بس واحد نيورو ترانسميتر هو والسوماتيك يشتغلن بس على الاستيلكولين. اما الثاني اللي هو العصبي السمباتيك لا يشتغل على اثنين استيلكولين والنور ابينفرين. النور ابينفرين هو اللي يرتبط بالريسبتر وينطينا الايفكت بس عند محطه الجنجليونيك الستيشن مال نقل الاشارات العصبيه هي هالمره نيكوتينيك فالنيكوتينيك ما يستقبل بس الاستيلكولين ما عنده القدره انه هو يستقبل نور ابينفرين تمام حسب يعني تصميم الستركتر. نرجع حيث ما كنا عزا وين احنا هذا كملنا. هسه انا شو اقول لك الدراغات يعني اللي ناخذها اكسوجينوس خارجيه والكيميكال اللي هي الميديتر الاشياء الاندوجينوس الموجوده بجسمنا يتقسمن قسمين ومثل ما متعودين دائما نقسم انه شيء يحفز يسوي ستيمولنت وشيء يسوي بلوكينج شيء يسوي حظر تمام. شيء اللي يشبه الباراسمباثيك اللي يعني يشتغل على الاستيلكولين
نفس شغل الستيل كولين راح نضيف له كلمة ميميتك. ميميتك يعني مماثل أو مثيل مماثل، تمام؟ فالباراسمبثتك ميميتك ويسوي لنا أكتف، هذا يضيف له مقطع ميميتك، تمام؟ نفس شغل الباراسمبثتك بس راح يسوي لك بلوك، هذا راح نسميه نضيف له مقطع ليتك، تمام؟ هو راح يبقى باراسمبثتك يعني نفس شغل الباراسمبثتك بس راح نسوي له بلوك، يعني راح نحضر. زين، نفس الشيء بالنسبه للسمبثتك، انه اللي يشتغل نفس السمبثتك يعني اللي يشتغل على الادرينالين والنور ادرينالين نضيف له مقطع ميميتك يعني كلمه يعني اكتف يعني متحفز، تمام؟ اما اللي صار بلوك نضيف له مقطع ليتك، وهذا بعد قلنا. هسه بالنسبه راح ناخذ انه الكولينرجيك، مثل ما قلنا انه الكولينرجيك باثنين ريسبترات يستقبل بكيفه، يا اما نيكوتينيك يا اما مسكارينك. بكيف الدواء يعني يفضل يرتبط بالنيكوتينيك لو بالمسكارينك حسب الستراكشر مالته. يعني تذكرون من سولفنا على الريسبترات قلنا اكو ريسبت يعني مثلناها، قلنا هذا كله خيال ومن عقولنا، رسمناها انه ناس على شكل دائره وناس على شكل مثلث، ويجي خلينا نقول الدراج او الشيء اللي احنا نريده يجي يرتبط بالمكان المحدد له. يعني مثلا اذا هو مثلثايه هيك طبعا المثلث حيجي يرتبط هنا، واذا هو دائري يجي هنا. فعلى حسب طبيعة الريسبتر حيجي الدراج مالتك أو الكيميكال يرتبط. فلهذا السبب إنه الريسبترات مختلفة لأن الكيميكال مالتك أيضا مختلفة. هسه هنا شو يقول لك؟ يقول لك إنه بالنسبة للريسبترات بما إنه أكو اختلاف بيناتهم، شنو هذا الاختلاف؟ أول اختلاف اللي هو كل إحنا متفقين عليه اللي هو الكومبوزيشن. شنو يقصد بالكومبوزيشن؟ أنت راح تقول لي هو الاستيلكولين باقي نفسه اللي هو هذا الستراكشر مالته، سواء هو راح يبقى هو هذا اللي يرتبط نفسه بالمسكارينك ونفسه يرتبط بالنيكوتينك. لعد ليش اكو اختلاف بالكومبوزيشن؟ اقول لك مو كومبوزيشن مال الاستيل كولين هو الاختلاف، وانما الكومبوزيشن مال الريسبتر اللي يستقبل الاستيل كولين. على سبيل المثال اكو ريسبترات تستعمل ايون كانال ريسبتر، هذا اللي يفتح ويدخل الايونات، فهذا شيء. في حين اكو غير ريسبترات تستعمل جي بروتين، هذا شويه بطيء بالشغل مالته. فصار الخلل وين، قصدي الاختلاف وين صار؟ بالكومبوزيشن، مثلا بطريقه الريسبترات مالته شلون تفتح وشلون تغلق. هذا الحكي للريسبتر الاستيكولين ثابت، لكن الريسبترات هي اللي تختلف بالكومبوزيشن مالته. اللوكيشن مثلا فد شويه راح نعرف ام 1 وام 2، ام 1 موجوده بالمعده وام 2 موجوده بالقلب، يعني اللوكيشن مالتها الموقع مالتها يختلف. الفارماكولوجيكال طبعا الموجوده بالعين حتسوي شيء والموجوده بالقلب حتسوي شيء ثاني، حسب الموقع اللي انت خلي بيها الفارماكولوجيكال ريسبونس راح تختلف. وهسه عندنا الاجونست والانتاغونست اللي هو الشيء الرابع. بالمناسبه الشيء المكتوب باللون الاحمر الستراكشر شويه مميز، هاي الاشياء تحفظونها وهمين تكتبونها لان احتمال تجينا نكتبها كتابه. اكو ريسبترات مثل ايش؟ اخذوها قاعدة بس النور ادرينالين والاستيل كولين هذني الوحيدات اللي بكيفهن ساعة يصيرن ستيمولر، يعني صار ساعة يصيرن ستيمولنت وساعة يصيرن انهيبيتر، بس ذني الثنين بكيفهن. بس باقي الاشياء مثل الجابا والسيروتونين ذني غصبا ما عليين يشتغلن على شكل انهيبيتر، او مثلا عندنا الاسبرتيت غصبا ما عليه يشتغل على شكل ستيمولنت. يعني مثل ما الاندوجينوس مالتك المكونات عدها بكيفها انه يصير اغونست لو انتاغونست، كذلك الريسبترات مالتك لازم يصير عدها يعني سبيسيفيك للاغونست والانتاغونست. زين تمام. هسه هنا انا شي اقول لك بالكولينرجيك احنا اشتغلنا على اثنين اللي هي النيكوتينيك والمسكارينيك. على يا اساس هذا التصنيف؟ اقول لي يابا على اساس قدرتها انه هذا الدواء مالتك يرتبط بطبيعته بالالكالويد لو بطبيعته يرتبط بالمسكارينيك. فهمنا شلون؟ يعني هو بكيف الدواء حسب الطبيعة مالته. إذا طبيعته الكالويدية أكيد راح يرتبط بالنيكوتينيك، إذا طبيعته مسكارينيك حيرتبط بالمسكارينيك. فهمنا شلون؟ مو بس هيك، يقول لك إنه أنت مو بس الريسبترات نفسها أو يعني خلينا نقول المسكارينيك والنيكوتينيك بيناتهم اختلاف، نفس النيكوتينيك بعد بيه اختلاف عن النيكوتينيك الثانية. مثل ما قلنا أكو نيكوتينيك للعضلات السوماتيك للعضلات الإرادية، وأكو هو نفس النيكوتينيك بس بالنظام السمبثتك والباراسمبثتك يعني للحركات اللا إرادية. هو نفس الريسبتر بس أولا الموقع مختلف، وثاني شيء الوظيفة مالته مختلفة، وثالث شيء إنه ذا يريد يشتغل أغونست لو أنتاغونست همين مختلف. تمام، فهي نفسها الريسبترات اللي عندك اياها اللي هي النيكوتينك والمسكارينك بعد بيها السب تيوب، بعد بيها تفرعات ثانيه تختلف بشغلتين من ناحيه الموقع مالتها ومن ناحيه بكيفها اذا تريد تشتغل اغونست لو انتاغونست. على هذا الاساس يعني
احنا رجعنا صنفنا هسه الكولينيرجيك بي 2 ماسكارونيك ونيكوتينيك، نفس النيكوتينيك بعد بي 2 ونفس الماسكارونيك بعد بي مثلا 4 او 5 تمام بيسبب تيوبات. هذا العزيز والغالي هذا تحفظونه مثل ما تحفظون ساميكم مثل ما تحفظون كل شيء، فخلينا نتعود على الرسم مالته. مبدئيا لازم نروح لسلايد 37 38 34 هذا الاستيل كولين تحفظونه، الاستراكشر مالته كلش مهم. اول شغله من تريد ترسمه تبدي بهذا الطرف مثلا اللي هو يقول لك كوانتناري امونيوم جروب. احنا نعرف كل زين انه الامين اللي هي هاي ترتبط مثلا خلينا نقول بثلاثة زين، هنا هالمرة مرتبطة هي سي اتش 3 هاي سي اتش 3 ثانية هاي سي اتش 3 ثالثة وبعد هي من هنا راجعة مرتبطة. احنا مو متعودين على الامين وجماعته يرتبطون بس بثلاث اتجاهات، فانت اذا ربطتها من اربع اتجاهات هنا راح يصير عندك شيء مميز، وانه هو لازم تشحنها بشحنة موجبة على مود تبين انه هي عندها مكان، يعني انه هي كلش مختنقة، يعني لازم تشيل من يمها شيء فد شوية لان هي مقبطة فهمت، اكو شيء زايد عليها فشحناها بشحنة موجبة. هسه فهمنا اول شيء اللي هي هاي مجموعة الامونيا الامين يسمونه مجموعة النيتروجين، بس هو شنو هو كوانتناري ليش يعني رباعية، هذا واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثة وهاي اربعة، هاي المجموعة مرتبطة بشغلتين ايش يسمونه ذرتين نيترو هيدروجين ايش يسمونها ذرتين كربون اللي هو CH2 ومرتبطة بعد بCH2 زين الله عليكم اثنين ذرتين فميثان ايثان ايثان وبالنص فإيثيلين تمام. الإيثيلين فراح يسمونها بما انه يعني اثنين فهي راح يسمونها الفا راح يسمونها وهي راح يسمونها بيتا الفا بيتا إيثيلين جروب تمام. هاي ثاني شيء هاي الالفا بيتا إيثيلين جروب مرتبطة باخر جروب جلوب مدري جروب اللي هم يسمونه نسيت شي يسمونه ها الاستيل جروب الاسيتيك اسيد جروب. الاسيتيك اسيد جروب هو عبارة عن شغلتين سي اتش 3 طرفية وبعد بها مرتبطة سي من هنا دبل او ومن هنا او، هو هذا ستراكتشر اللي لازم تحفظه كل زين اللي هما الاستيل كولين. هذا الستراكتشر راح يجون فد شوية من هنا يحذفون وحدة ومن هنا شوية يزغرون ومن هنا يكبرون، هي هاي الموديفيكيشن راح يعدلون على الاستيل كولين الحقيقي اللي رب العالمين صانعه وخاله بجسمنا، هو هذا راح يعدلون عليه وعلى اساسه حيطلعون ادوية تشتغل وتفيدنا فهمت شلون، فضروري تحفظ الستراكتشر كل زين. نرجع لسلايدنا العزيز ما ادري وين كنا عزيز تهت يا جماعة ها هنا زين. هسه عرفنا الأسيل كولين هو عبارة أول شيء عن مجموعة أمين رباعي واحد اثنين ثلاثة وربطتها من هنا صار أربعة، والنوب مجموعة إيثيلين اثنين واحدة نسميها ألفا بيتا، وآخر شيء هاي مجموعة الأسيتيك أسيد أو اللي هو شو يسمونه إيه هو جماعة الأسيتيك أسيد مال الأستيلكو. الأستيلكو هذا الإستر اللي هو هاي السي دبل هاي السي دبل أو وياها أو وياها فيها مجموعة مثيل. هسه راح ناخذ بالتفصيل اول واحد بريسبترات التابعه للكولينرجيك اللي هو من هو النيكوتينيك ريسبتر. اول شغله ذاكرها عن النيكوتينيك ريسبتر انه ايش يسمونه هذا الريسبتر يفتح بها طريقه يفتح طريقه الايون كانل، عرفوها كل زين ايون كانل. احنا عندنا اربع ريسبترات اسرع واحد بهاي الريسبترات اللي هو مال الايون كانل اللي هو اسرع واحد من ناحيه استجابه ونقل الاشارات العصبيه. قالوا يعني حسب ما قريت يشتغل بالثواني، مثلا جي بروتين يشتغل بالدقائق، هذا لا يشتغل بالثواني زين. هو من اسمه ايون كانل فمبدا الميكانيزم مالته بصوره كلش واضحه يعني بدون ما يتعمق يقول لك يابا هو معتمد على نفاذيه الايونات، يعني باعتبار نفاذيتها التغير بالبيرمابيلتي مالتها هاي النفاذيه او التحرك من مكان الى مكان زين. وهو يشتغل بس على الكاتيون الموجبات مثل كالسيوم عزيزي كالسيوم صوديوم او هذا الثاني كالسيوم وهيك يعني اللي مشحون او بوتاسيوم اللي مشحون بشحنات موجبه زين. فهو الميكانيزم مالته شوفها من هنا راجع يقول لك انه هو مسؤول عن نقل الاشارات بين الاعصاب. طبعا النيورو ترانسميتر اللي شلون لما الاستيل كولين يرتبط بالريسبتر ايش راح يصير، اقول له سهله راح يصير تغير بالبيرمابيلتي اللي هي النفاذيه بالمنبرين، يعني هي مو كان مثلا هيك الريسبتر حترجع تفتح هاي هيك منانه فحت يعني تدخل اشياء او تطلع اشياء بكيفهم، يعني راح يصير تغير بالنفاذيه بالمنبرين يعني بالغلاف ويسمح لنا بمرور يعني ايونات مشحونه موجبه كالسيوم هذا صوديوم اوكي تمام ما بشي صعب.
شو راح يقول لك؟ يقول لك هاي حركه الايونات، ناس طبت وناس طلعت، طاقتك شحنه اللي هو الالكتريكال. تذكرون الهاي الاكشن بوتنشال لما راح يصير عندك ديبولاريزيشن، ليش؟ لان صار تدفق، ناس طبت. اتذكر كان يطلع عن اثنين ايونات صوديوم ويطلع ويطب واحد بوتاسيوم هيجي، فهي هاي حركه الالكترونات راح يسوي لك عمليه ديبولاريزيشن، راح يسوي لك الخليه مالتك حيسويها بولر. من راح يصير بولر راح يصير عندك كونتراكشن، حيصير عندك تقلص بهذا المكان اللي به هذا الريسبتر اللي ارتبط به الاستايل كولين. زين يقول لك موجود يعني بالنسبه للنيورو ترانسميت، يعني نيورو ماسكولار جكشن، يعني للعضلات الهيكليه يسوي لها كونتراكشن. تمام، ونكمل لك انه هي ينقل، يعني يسوي تواصل ما بين الاشارات العصبيه، وبنفس الوقت انه هذا همين موجود بالاوتوميونيك جنجليونيك. واحنا اتفقنا على هذا الشيء انه النيكوتينيك ريسبتر موجوده بالسوماتيك وبالاوتوميونيك. زين يلا هسه هنا ايش يقول لك؟ يقول لك يابا النيكوتين بشنو مهتم؟ اقول له اول شيء انه مهتم بالمايوسيثينيا جرافس. هاي شنو يعني؟ تعرفون هذول اللي عندهم خلل بالجهاز المناعي لما جسمهم يبدي يحاربهم، هذول ايش عندهم؟ اكو انتيبادي صنعها الجسم، يعني من يم الجهاز المناعي صنعها، راحت ايش سوت؟ راحت حاربت ريسبتورات الاستيلكولين. هذا الاستيلكولين الريسبتورات مالته راحت حاربتها، خلتها انحضرت، خلتها تغيرت، خلتها تحطمت. المهم خطية اجي الاستيلكولين يعني كمثل ما هو متعود يريد يدور على الريسبتورات مالته حتى يرتبط، حتى ينطي الفارماكولوجيكال على مود يسوي كونتراكشن للعضلة مال العين، لقاها ماكو الريسبتورات، فعين الشخص راح تبقى الجفن نازل. ليش؟ لان ماكو استيلكولين يسوي لها كونتراكشن ويرجع شلون نقول يقلصها ويرجعها لفوق. ف بالنسبه للاشخاص العاديين والحمد لله انه احنا ما عندنا شيء، الميكانيزم الطبيعي انه راح يجي الاستيلكولين حباب يرتبط بالريسبتر مالته، ورا ما ارتبط بالريسبتر راح يصير عندك بهاي المصل اللي هي الموجوده بالعين حيصير عندك كونتراكشن. بالنسبه لهذول الاشخاص اللي هم عندهم حال حاله، خلينا نقول انه ايش راح اسوي لها الشادو. المهم الريسبترات الموجوده هنا اكو انتيبادي من جسمك اجتي حاربتها، فالريسبتورات بنفسها ماتت، تغيرت، انكتلت، ما ندري، ما ظل إلها أثر ريسبتورات. فالاستيلكولين بعد ما قدر يشتغل لأن ما لقى ريسبتوراته، فيعني ظل يفرفر، ما لقى له مكان يستقر به يقعد ويطي الشغل. فبما أنه ماكو استيلكولين ماكو عملية كونتراكشن، يعني ماكو تقلص للعضلات الموجودة هنا، فبالتالي ظل الجفن نازل. سود عليه إن شاء الله يتعدل. هسه فهمتوا شلون؟ يعني قضية كلش سهلة. فأول شيء يعالج لك يا النيكوتينيك، يعني يهتم بدراسة النيكوتينيك، هي هاي الحالة اللي هي المايوسينثينيا جرافز. زين فهمنا الميكانيزم. ثاني شغلة، أكيد قبل القيام بأي عملية لازم الشخص يسترخي وعضلاته كلش يعني ترتاح وما أدري شنو. فإحنا شلون نسوي هذا الشيء؟ ننطي يعني النيكوتينيك، هو يهتم بهذا الشيء إنه يخلي للمصل يسوي لها ريلاكس، يعني يخليها ترتاح قبل القيام بأي عملية جراحية. زين النقطة الثالثة، الميكانيزم مالتها كلش مطول، فاحنا حتى ما نطول نقول انه النيكوتينك لاحظوا انه ورا ما يعني انتبهوا عليه وما ادري شنو، انه هو عنده دور يتحكم بالهايبرتنشن. زين لذلك مثلا يعني المدخنين ما نخليهم، لا اللي عندهم ضغط ما نخليهم يدخنون، لان هو يأثر على الهايبرتنشن مالتهم، حفظوها هيك. هسه عندنا هنا ثلاث شغلات يهتم بها، من هو الاستيلكولين، الحالة الجفن النازل، وقبل القيام بأي عملية، وجماعة الهايبرتنشن. هسه هنا شو يقول؟ يقول يابا النيكوتينيك ريسبتر هي نفسها، يعني بعد بيها اثنين، بيها سب جروبات، سب تيوب. هاي السب تيوب مختلفة فيما بيناتهم، بمن مختلفة؟ بالليكند سبيسيفيك. يعني هذا تذكرون لما نقول انه الدراج يرتبط بالريسبتر نسميه لينكج جيتد، يعني هيك شيء. فهو يقول انه هن هذا الارتباط لما يرتبط الدراج بالريسبتر مالتك او الكيميكال يرتبط بالريسبتر مالتك يختلف بينات، ان لهذا السبب سويناهن على شكل انوان وانتو، مثل ما قلت لكم انه انوان موجوده بس بالنيورو ماسكولار جكشن، تمام، وانتو لا موجوده بهاي الاوتوميونيك جنجليا. حفظوها انوان وانتو، هي نفسهن بس يعني نقسمهن، نرجع نقسمهن نصين، ناس تحفزهن وناس تثبطهن. بالنسبة للي حضرنهن، اللي حضرن أنوان، ترى هاي فراغات طن فراغات وكلش مهمة، يعني لا تتخيل ما تجيك إنه هسه هاي الأنوان اللي يحضرها من هو السكسنيل كونيلي،
كولين. هذا ايش بيه؟ هذا يسوي روحه مثل استايل كولين من ناحيه الستركتشر، بس هو مو مثل استايل كولين، بس سودا عليه الريسبتر راح يفتح ويدخل اللي جوا، وتالي هو اشتغل ضد الميكانيزم مال استايل كولين، فهو مثل اللي يتحايل ويدخل للريسبتر. وثاني شيء اللي هو هذا ديكاميثونيوم، حفظوها انه شلون يعني جاي نصور واحد كام من اول اسمه ميثانيوم كوري ما ادري شنو، يعني هسه عندنا صارت ليش هو هذا تيبو كورين. هذني سوون بلوك، يعني ما دام يسوون بلوك هو بالحاله الطبيعيه يسوي كونتراكشن بالنسبه للنيورو ماسكولار جاكشن، يسوي عندك كونتراكشن. زين انا من سويت لها بلوك ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك ديلوشن او يصير ريلاكس بالعضله، فهمنا شلون؟ يعني حيصير العكس. بس بالمقابل من اللي يسوي لها تحفيز؟ هذا الفينيل ترايميثيل امونيوم بالستركشرات اتوقع حصير احلى شويه. هسه الN2 وين موجود؟ بالاوتوميونيك جانجليا، همين اكو ناس يسوي لها بلوك واكو ناس يسوي لها ستيمولنت. بالنسبه اللي يسوي لها بلوك هذا الاثنين الهيكساميثانيوم والترايميثافين، بس اللي يسوي لها ستيمولنت اثنين، واحد انا حفظته على مقطع دب لان هسه نشوفون الستركشر مالته هذا سمين تحسه يعني عنده اثنين وهاي، فاسمه دومب يعني هيك شويه كبير. هذا الدومب يعني دايميثيل فينيل بيرازينيم. زين والمقطع الثالث تيترا يعني اربعه من المثيلات مرتبطه بامونيا، فهمنا شلون؟ هذا الشيء يسوون يسوون ستيمولنت للN2 اللي هي موجوده وين؟ بالجنجليونيك مال الاوتونوميك. هو اساسا السوماتيك اللي هو الارادي اساسا ما عنده جنجليا بس عنده نيورو ماسكولار جاكشن. هساس الستركتشرات يابا، الستركتشر كرسم ما مطلوب من يمك تحفظه، بس انت لازم تعرف انه هذا الستركتشر ستركتشر ما يخالف شنو اسمه، وهذا الاسم تابع ليا ستركتشر، تمام؟ فهسه خلينا نشوف ونتذكر. هسه عندنا هذا الديكام، قلت لكم شلون خلينا نقول انه احنا حنصور واحد، هو هذا الديكام قاعد بالنص سي اتش 2 وعدها من هو وعدها 10 محيطين بها، وشوفوا هذا دا يصور هذا يصور صور يصور، هو هذا باث يعني بث مباشر. هذا من هو الديكاميثونيوم، هذا شي يسوي؟ هذا يسوي بلوك للانوان هيك يعني حفظوها. اما هذا فينيل تراي مثيل، هاي الفينيل وهاي التراي مال مثيل وهاي الامونيا، فيعني صار عندنا هذني تحسه يعني مو كلش كبير صغيروني، فهذا شي يسوي؟ يسوي ستيمولنت بس المان للانوان، فهمنا شلون؟ هيك يعني تحفظونها. هسه هذا الهكساميثانيوم مو تخبطون، يعني هذا هنا سي اتش 2 6، قبل شوي هذاك كان بصفة 10، هذا لا بصفة 6. هذا شي يسوي؟ هذا يسوي بلوك بس المن للN2. اما هذا تيترا هم اتوقع يسوي بلوك للN2. اما هذا دب دومب هذا شي يسوي؟ يسوي لا ستيمولنت المن للN2. وكان الله يحب المحسنين. هسه راح نبدا بالنوع الثاني من الكولينرجيك اللي هو الماسكارينيك. بالنسبة للمسكارينيك يقول لك نفس الشيء، هم يساعد بتنظيم الجسم ويسيطر لك على الهيموستاسيس اللي هو هذا الاتزان الداخلي الموجود داخل الجسم، يعني هيك يعني حال حال النيكوتينيك من ناحية العمل مالته، لكن مختلفين من ناحية الستركتشر من ناحية الوجود من ناحية هاي الحبشكلات. مبدئيا اسعفوا انه هو مسكارينيك سواء كان او نيكوتينيك، كل ميكانيزم الاستايكولين على هذا النحو. دائما نسمعون كلمة يعني كولينرجيك، فخلي ببالك انه انت مرتاح. شلون هاي بالله؟ ريلاكس ان دايجست، نايم تاكل وتنام تاكل وتنام. فانت من مرتاح عضله عينك ايش حيكون بيها؟ شايفين من واحد يعصب شو نقول؟ جطحت عيونه او عيونه رادت تطلع من مكانها قد ما عيونه وسعت. فمن انت مرتاح حدقيه العين مالتك حتكون يعني تغيرونه مايوسس، تمام؟ اما بالنسبه لل يعني السلافيا الموجوده بالفم اللعاب او السويت جلاند، يعني انت ما عندك شيء شلون نقول فراح يصير بهن انكريز يزداد ذن الاثنين. بالنسبه للبرونكو للرئتين مالتك هذا راح يصير بهن كونتراكشن. بالنسبه لنبضات قلبك يعني حتكون منخفضه، أو نقول هي طبيعيه فتعتبر باعتبار منخفضه، فالبلود بريشر منخفض. اما بالنسبه للليفر فعمليه جلايكوجينيسيس اكيد حتكون عاليه، لان انت يعني من مرتاح تحب تاكل وتحب ما ادري شنو هاي، فيعني تحتاج طاقه فيعني يكسرون الجلايكوجينيسيس. اما بالنسبه للاستومك، الاستومك الماتوليتي مالتها حتزداد، قصدي هذا السكريشن مالتها مال الاتش سي ال حتزداد.
وبالنسبة للي يعني الانتستين الموتالتي مالتها ايضا حتزداد. هاي بقت لنا بس المثانة. باعوا المثانة خلينا نقول انه شكلها باعتبار هيجي، اعتذر على قباحة الرسم بس ما يخالف. هاي السبتشر العضلة العاصرة مالتها هنا حيصير بيها يعني تقلص، بس بالنسبة للمثانة نفسها هيجي لا راح يصير بيها توسع. هذا النظام حفظوه مثل ما حافظين اساميكم انتم، دائما ابدوا من فوق اللي جوا فهموا انه انت مرتاح فش راح يصير بك، فهمنا شلون؟ فسنان ايش راح يقول لك؟ يقول لك يا بالاستيلكولين اذا ارتبط بالمسكارينك سواء المسكارينك او النيكوتينك، هو الاستيلكولين ارتبط ايش راح يعطيك؟ يقول لك يا اما يصير استيمولنت او انهبيشن. قلنا الوحيدين اللي يصير بهن بكيفهن يصيرن استيمولنت لو يصيرن انهبيتر هن النور ابينفرين والاستيلكولين، البقيه لا عيني لا، البقيه حسب الجسم شو يصنفهن. مثلا السيروتونين والجابا ذن انهبيتر، فهمنا شلون؟ يقول لك اذا ارتبطت الاستيلكولين وسوت لنا ستيمولنت، هاي قلناها انه الاستلافيا راح تزداد وكذلك السويت جلاند بالنسبه للتقلصات مال المعده وبالنسبه للسكريشن ايضا حتزداد. بالنسبه للرائحه يصير بيها يعني جهاز التنفس يحصل بيها شويه تقلص، واذا اثبط يعني هم يقدر يثبطوا هاي العضلات المنساء وما ادري شنو. زين هسه يسالك سؤال، قال انه اذا الانتي ماسكارينك دراج، هسه احنا مسكارينك عرفنا شو تسوي، اذا صار انتي مسكارينك صحيح الشخص راح يجف فمه وجف البشره مالته السكن؟ قال له اي عيني صحيح، لان احنا وتشرح له هاي السايدات اللي هنا هذا الثلاث اسطر اللي هنا. زين واذا قال لك يابا صحيح الكولينرجيك اجونست هي ممنوعه لجماعه الازمه؟ قال له يابا صحيح. زين ليش؟ قال له الاستيلكولين من يرتبط يعني بالريسبتورات الموجوده بالرائحه يسوي عندك كونتراكشن، هو بالاساس عندك كونتراكشن فانت ضريته بالزايد. زين جماعه البيبتيكيل صار يصير انطيهم من الكولينرجيك اجونست؟ قال له لا يابا، مو الاستيلكولين من يجي يرتبط حتزداد الاكس سي ال، هو بالاساس متضرر من ناحيه الحموضه الموجوده بمعدته فما يصير انطيها له. وعلى هذه الرنة. زين هسه هذا الاستاذ يقول لك انه المسكارينك سب تيوب مختلفة فيما بيناتهم موجودة من 1 إلى 5، طبعا بليبن كود كافيه من 1 إلى 4 وقرونة من 1 إلى 3 هسه جاي يقولون من 1 إلى 5، ان شاء الله من نتخرج يصيرون من 1 إلى 8. المهم يقول لك احنا 5 ومتوزعات بالجسم كيفهن. هاي الريسبتورات او هاي الحبشكلات اللي احنا راح نحفظها هذا النيكوتينيك، يعني لاحظنا انه هو موجود هاي الان يعني اللي هو الدليل على انه هو الكالويد، وهذا الستيلكولين اللي هو شغلنا ولعبنا، وهاي المسكارينك كل من وعلى اساس انه الريسبتور شلون الستراكشر مالته هيجي حيجي الدواء يفضل يرتبط لهنا لهنا، واكيد اكو ادويه تفضل ترتبط بالثنين بالمسكارينك والنيكوتينيك، وخذوها قاعده حتى لو قلنا انه هذا الدواء سلكتيفيتي بس للمسكارينك راح تكون اكو نسبه خفيفه ترتبط بالنيكوتينيك. زين بالنسبه هسه للمسكارينك ريسبتر شلون موزعات بالجسم، عندنا مثل كلش مشهور، اقرب طريق القلب للرجال بطنه، فمبدئيا اموان موجوده بالستومك وثاني شيء ورا بطنه قلبه طبعا، فامتو موجوده بالقلب، اما الثالثه فهو موجوده بال يعني الاندوكراين سيستم الاندوكراين جلاند والسموث مسل وكذلك موجوده بالعين وهكذا. هسه بالنسبه للنيكوتين، النيكوتين قلنا باثنين يعني انت المفروض بدون لا تقرا السايت حافظها، اول شيء قلنا موجودات بالسكلتون مسل يعني الحركه هلك يا ترى جايه من محاضره والدوام تعبانه، فمبدئيا هذا العضلات الهيكليه العاديه، والشغله الثانيه اللي هو الاوتيمونيك جنجليا. زين هذين الاثنين موجود وهم موجود بالسنترال نيرف سيستم، هاي المواقع مالتهم. هسه عندك ها الكولينرجيك، هسه لما هو يفرفر بالجسم وقلنا ناس تصعد وناس تنزل وحسب الحاله والمدري شنو، ادري يتحرك بكيفه لا عيني، اكو ناس تنقله واكو ناس تكسره، يعني انت وحظك بعد يعني الكل بدايه نهايه، خو ما يظل الكولين عايش لا ينقل فتره وراها يتكسر وهكذا تستمر الحكايه. المهم اللي ينقل لك يقول لك يا بالاستيلكولين هو ينصنع ويعني ينصنع ويتخزن وينطلق من خلال جسمك، يعني هذا رب من رب العالمين انه، فاللي ترانسفيريز اللي ينقل لك اسمه استيلكولين ترانسفيريز اللي يسمونه تشات. زين اما استريز من كلمه ايز يعني يسوي هايدروليسيس فهو اسمه استيلكولين استريز. زين هسه هنا يقول انه التصنيع مال الاستيلكولين يتحفز عن طريق يعني هي مو هاي استيلكول لازم تروح والكولين يلا يصير استيلكولين، فيقول لك هذا التفاعل يعني يتم بوجود استيلكولين ترانسفيريز وهكذا. هذا مهم خرط. هسه شنو البايوسينثيسيس اوف استيلكولين؟ بالمناسبه هذا الشيء مهم، يعني هذا البايوسينثيسيس يعني ضروري انك تحفظه. الاستيلكولين هو عباره عن بروتين، البروتين من تجيله هو متكون من بيبتايد
والبيبتايد متكون من امينو اسيد. فالبنية الاساسية او الشيء الاساسي اللي تريد تبدي من تريد انك تصنع استيكولين هو انت راح تبدي بامينو اسيد. بالمناسبة بالنسبة لل يعني هذين الثنيين المقطعين اللي هو هذا الامينو اسيد وهذا الكولين، الثنينات الموجودات بالجسم انت بس راح تجمع بيناتهم بالحلال، يعني الثنينات الموجودات ومصنعات بس انت حتجيب هذا وهذا تخليها نسويها. اول شغلة عندنا اياها هو جبنا الامينو اسيد اسمه السيرين، مثل ما متعودين كحال اي امينو اسيد هاي سي وهاي سي او او اتش وهاي اتش اي وهاي ان اتش 2، هذا ثابت كل امينو اسيد. زين شنو الار جروب المميزه بيه؟ قلنا عنده سي اتش 2 او اتش. زين هذا من هو؟ هذا السيرين. هذا السيرين ايش راح اسوي له؟ راح اسوي له عمليه دي كاربوكسيل، يعني هاي مجموعه الكاربوكسيل حاشيلها. شلتها، فتجي بس هاي الامينو اسيد قصد هاي الان اتش 2 راح تصير هنا. زين هاي الخطوة الثانية وهاي الأش طبعا حتصعد هنا. زين ايش راح يصير اسمه؟ قلنا أول شيء أنت عندك ذرتين، فايش راح يصير؟ أثيل. وهاي كلمة أو لازم أضيف له مقطع أو، هذا أثي إيثانول، وهاي إن إتش 2 يعني أمين، فصار اسمه الجديد اللي هو هذا اللي هو إيثانول أمين، عبارة عن ذرتين وذرتين بها مقطع أو فضافوا له أول، هاي مقطع أمين. هذا اتجهز. هسه ايش راح أسوي؟ تقريبا هذا راح نشيله ونوديه على كولين، يعني حن يعني صار عندنا هذا شويه جاهز فحنودي على كولين. فمن تودي على كولين اذا تلاحظون هذا الاستيل كولين دي مجموعه مثيل، وانت هنا من عندك اياه صحيح انت عندك كانها استيل كو بس ما بيها مجموعه مثيل، فمن راح تنقل راح تجيب شيء دونر شيء يمنحك المثيل، وبنفس الوقت لازم تجيب شيء ترانسفريز ينقل لك هذا الشيء اللي انت سويته استوك اللي هو هذا اللي هنا ينقل لك اياه ويوديه للكولين. شلون بالله؟ اقول له اول شيء مجموعه المثيل اللي هي الدونر اللي انا اريدها منين راح اجيبها؟ راح اجيبها من شيء اسمه اس ادينوسيل ميثانيون. ميثانيون تمام، هذا جبت من يمه شنو؟ جبت من يمه سي اتش 3 اشتغلت على شكل دونر. زين اوكي جبته، شنو الشيء اللي راح ينقله؟ اقول له عاده الشيء اللي راح ينقله بمقطع ترانسفريز. اوكي، وقبل مقطع ترانسفريز هو شنو الشيء اللي ينقل؟ فاحنا ايش راح ننقل؟ راح ننقل مجموعه مثيل، طبعا كاتبين قبلها ان، يعني هاي ان تعرفون نورمال يعني عود خطيه، فان مثيل ترانسفريز عرفناها، المن جاي النقله؟ جاي النقله الكولين. فانتوا حفظوها انه احنا جاي ننقل عندنا كولين جاي اجيب له مثيل اجيب له يعني ترانسفريز، ومنين جبت هاي المثيل؟ جبتها من اس ادينوسيل ميثانيون. زين هاي الحبشكلات مالتنا جيبوها جبناها للكولين. زين بعو الكولين وين تردون تكتبونه؟ أول لازم نحفظ الستركتر مالته هاي ان تمام، قلنا منين مرتبطه؟ بثلاث قصدي باربع اتجاهات، هاي سي اتش 3 خلينا نكتبها ام اي قصدي مثيل يعني، واكيد شحنه موجبه هنا بشنو مرتبطه؟ مرتبطه بشغلتين اللي هي سي اتش 2 سي اتش 2 واو اتش اي تمام، يعني هو هاي هو هذا الكولين. زين هسه هذا الكولين ايش بيه نقص حتى يتحول استايل كولين؟ هو قال له هذا الكولين انت جاي تقول هذا الكولين، فايش بيه نقص؟ بنقص مجموعة الأستيل. زين مجموعة الأستيل منين راح أجيبها؟ نفس الشيء راح أجيبها من مكان ينطيني إياها على شكل دونر، وبنفس الوقت لازم أنقلها، فراح أشي ترانسفريز وشي دونر. فالدونر اللي منين راح أخذه؟ راح أخذه من أستيل كو إنزايم أي تمام، مثل ما متعودين عليه إحنا كنا نسميه أستيل كو بس هسه كاتبينه باسم الطويل أستيل كو إنزايم أي، هذا أخذنا من يمه مجموعة الأستيل اللي إحنا ريتها. زين شلون نقلناه؟ قلنا من ننقل لازم نكتب مقطع ترانسفريز. زين إحنا إيش جاي ننقل؟ جاي ننقل أستيل جبتها من السهم اللي جوه بس أخليها على الكولين، مثل ما هنا جبنا مثيل وجاي نوديها للكولين، فيعني هيك رحموها. فيعني هسه هذا صار عندنا كولين أستيل ترانسفريز، هو تم بحمد الله صار عندنا الأستيل كولين، هذا البايوسينثيسيس أوف أستيل كولين. زين لكل بداية نهاية، مثل ما احنا صنعنا الاستيكولين اكيد راح بيوم من الايام من الاستيكولين ينكسر ويرجع الاصل. الاستيكولين هذا الريسبتر مالتنا ايش قلنا عليه؟ قلنا انه اذا اكو شيء حطمه فهو استيكولين استريز تمام. سؤال، الاستر منين متكون؟ متكون من شغلتين اللي هو اسيد زائد كحول تمام، فهذا راح نحاول نكسره على شكل مقطعين اللي هو على شكل كون يصير عندك اسيد وكون يصير عندك يعني كحول، فهمنا شلون؟ فهسه هذا حنكسره، شلون راح نكسره؟ من هنا هاي نيكوتينيك وهاي مقطع كحول، كلمه كحول، فهاي حنجيبها ونسويها الاول، ايش راح نسميه؟ الكولين نفسه، والبقت لك هنا انا بقت لك سي اتش 3 سودا علي لوحدها وبنانا سي او ومنا او، هاي راح نسميها اسيتيك اسيد، يعني هاي طلعنا شي لازم كحول يعني بي او اتش وشي لازم بي اسيدك،
اللي هو هذا الأسيتيك أسيد. ها يا الربع فهمنا؟ هسه هنا نعود هو يعني شوية تعمق، يقول لك شلون الميكانيزم مال يعني اللي هو الأستيل كولين استريز جاي يكسر. أقول له أنت جاي تقول أستيل كولين استريز، فالاستريز راح يروح لمنطقة الإستر اللي هي هاي السي دبل بوند أو، راح يروح عليها ويأخذ منها جانب اللي هو باعتبار السيرين، يقطع من هذا الجانب تمام اللي هو استركسايد، راح المقطع الاستر راح يروح للاستر ويقطع، والمقطع الثاني اللي هو من البقالك، بقالك الاستيل كولين. الاستيل كولين تذكرون الشحنه الموجبه الموجوده على الان، تعرفون الموجب ينجذب له سالب، فانا راح اجيب له اللي هاي الشحنه السالبه على مود انه شلون ناثر على الالكتروستاتيك انتراكشن، يعني حنسوي قوه جذب بيناتهم، فهذا ايش راح يصير عندك؟ ان ايونك يعني شحنه سالبه راح ترتبط بالشحنه الموجبه اللي عندك اياه، وبهاي الحاله استيل كولين استريز كسر لك الاستيل كولين وطاق شغلتين، لازم ينطيك كحول واسيتك واسيد، هذا الاسيد اللي هو الاسيتك اسيد والكحول اللي طالع لك اياه اللي هو الكولين، وهاي مقطع الاو اتش اللي هو يمثل كلمه كحول. ان شاء الله واضح. شنو الخصائص الفيزيائيه الكيميائيه له؟ بنقول خصائص فيزيائيه كيميائيه لازم نسولف هاي الماده حامضيه لو قاعديه، هاي الماده صلبه لو سائله، هاي الماده تذوب بالماء لو ما تذوب، يعني هاي الخصائص يعني اللي نعرفها. فاول شيء من احنا قلنا عليه انه هو استر، فالاستر يعني شنو؟ يعني مكون من حامض كحول من اسيتك اسيد وكولين، ومن قلنا عليه بعض تذكرون من رسبتنا الستراكشر قلنا الان موجبه اي شيء مشحون، يعني يقدر يعبر السل ممبرين؟ لا ما يقدر لان عنده شحنه، والشحنه تخليه يرجع يرتد، فهاي بما انه هو يرتد فيعني شنو؟ يذوب بالماء، نتيجة هاي الشحنة الموجودة بالنيتروجين راح تخلي الستراكشر مالتك انه هو يذوب بالماء. يقول لك يابا هو على شكل صلد مستقر، بس اذا سويناه على شكل سوليوشن يعني تعرفون ايش راح يصير فيه؟ هايدروليسيس بسرعة. يابا ليش؟ قلنا لين اكو شيء اسمه استيل كولين استريز يحطمه ويرجع الاصل اللي هو اسيد اند الكحول. يقول تعرف حسب قاعدة إنه المذيب يذيب شفيه شفيهة ما أدري شبيهة، فإذا الأسيد والبيس هو حامضي لو قاعدي، قلنا إن بكل الأحوال إذا حامضي أو قاعدي ما عليك هو راح يتحلل بشكل كلش سريع، وينطينا يعني هو الأسيد والكحول. فلهذا السبب إحنا ما نسوي أستيل كولين على شكل أورال دوز لا سيرب ولا تابلت، وبنفس الوقت ما نسوي عليه على شكل انجكشن. هسه ليش ما نسوي على شكل اورال؟ اقول له يا بلين الهايدروليسيس مالتك كلش سريعه، يعني حتى هو قبل لا يوصل للاسيد والبيس اللي موجوده بالمعده هو راح يكون متحطم لان اكو استيل كولين استريز كسره. يعني شو يقول لك بالخطوه الرابعه ما ادري النقطه الخامسه، يقول احنا حتى اذا سوينا على شكل سوليوشن وش قلنا انه راسا نخليه بالبلود، يعني راسا يدخل للسيركوليشن وبالتالي يتحطم الاسيدتي الموجوده بالمعده، اكو شيء اسمه بيوتيل كولين استريز، هذا راح يحطم لك الاستيل كولين اللي انت سويته على شكل سوليوشن، وبالتالي الفارماكولوجيكال مالته راح تصير كلش ضعيفه. طبعا اتمنى من كل قلبي ان تكونوا فهمتوا وما راحت هاي الدقائق سدى. مع السلامه.